سلام من الله عليكم مشاهدينا ورحمة منه. جولة جديدة وإطلالة جديدة من برنامجكم بالبونت العريض، هذا البرنامج الذي خصص لأبرز ما حوته صحافة الخرطوم الصادرة لصباح كل يوم من أخبار اقتصادية واجتماعية وسياسية وأيضا رياضية. إذا أهلا ومرحبا بكم، وكالمعتاد نبدأ هذه الجولة دائما بالعناوين. وفي العناوين البداية بصحيفة النيل الدولية ونطالع فيها، حمدوك مبادرتي ملك للشعب السوداني، وإلى سودان تريبيون جادين يطلع الوفد الأمريكي على فرص الاستثمار في قطاعي الكهرباء والنفط، جاء في الوطن المحكمة تأمر بالقبض على المتحرف في قضية الشهيد محجوب التاج طالب الطب بكلية الرازي. في صحيفة أخبار اليوم صدر فيها ضبط أسلحة وذخائر على الحدود مع إثيوبيا في طريقها إلى الخرطوم. الخارجية تعين كفيفين في وظائف دبلوماسية، هذا الخبر عنونته صحيفة السوداني. وكالة السودان للأنباء استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل السودان. ونختم دائما بصحيفة هلالنا الرياضية ونتابع ما صدر فيها، الهلال يتخطى هلال الساحل بهدفي ميسي والغربال. إذن مشاهدينا كانت تلك أبرز العناوين، ومباشرة نذهب بكم إلى أعمدة الرأي ونبقى مع عامودنا المختار لهذا اليوم. اخترنا عمود للكاتب الصحفي والمحلل السياسي طاهر المعتصم من على الشرفة، هذا العمود الذي جاء بعنوان يا وزارة مجلس الوزراء. في نص العمود: في الصباح الباكر وقبل أن تفتح المؤسسات الحكومية أبوابها، يلفت انتباهي إعداد طالبي الخدمة في وزارة الخارجية بشارع الجامعة، ثم أجد المنظر نفسه في إدارة السجل المدني شرق الخرطوم، ويتكرر الأمر في مجمعات الجمهور. السودان الأعظم يود استخراج رقمه الوطني طعما في الاستفادة من الدعم أو طمعا في الاستفادة من الدعم النقدي المباشر عبر برنامج ثمرات. أما في وزارة الخارجية فيبحثون عن توثيق مستنداتهم للمغادرة بحث عن فرص عمل بعد أن دكت خيول التضخم آمالهم وتطمحاتهم في حياة كريمة. ازدحام غير مسبوق ينبئك عن عدم التنسيق بين الوزارات أو عدم القدرة على ابتكار حلول تيسر للمواطن أن يأخذ الخدمة التي يحتاجها ممن يدفع لهم ضرائب ويجبر على دعمهم بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. دع عنك أن الخدمات التي تقدم عليها رسوم مباشرة منذ أكثر من عام، والحكومة تعلم أن السياج الاجتماعي لحماية المواطنين من قسوة القرارات الاقتصادية الأخيرة هو برنامج ثمرات، وأن التسجيل للاستفادة من البرنامج يتم بالرقم الوطني. تعثر البرنامج لعدة شهور، وعندما بدأ العمل ظهر أن الإحصائيات التي كانت تقول إن إعداد المسجلين أو أعدادهم في قاعدة بيانات السجل المدني هي أعداد كبيرة جدا، لكن الواضح أن أعدادا غير المسجلين أيضا ليست قليلة. بدلا عن التنسيق بين الوزارات نجد الازدحام. ماذا لو وفرت وزارة المالية مالا لتسيير للمجمعات بخدمات الجمهور، لتصبح الخدمات دوامين، دوام صباحي ودوام مسائي، وتوفر وقودا للمولدات والتيار الكهربائي؟ ماذا لو قامت الحاضرة الغائبة وزارة الاتصالات بدعم شبكة الاتصالات في مراكز خدمات الجمهور وإيجاد حلول ذكية تقلل من ازدحام المواطنين؟
ما يحدث للمواطنين وطلاب الخدمة في وزارتي الداخلية والخارجية يحتاج إلى إحكام التنسيق بين الأطراف المعنية وتوفير موارد مالية ودعم تقني. كلنا يعلم أن كوفيد-19 في شكله الجديد دلتا بعد أن تحور وصعوبة علاجه في ظل معاناة النظام الصحي، لماذا ندفع بالناس إلى احتمالية الإصابة بسبب الازدحام؟ لماذا؟ آخر قولي، إن المواطن يستحق أن يجد خدمة مدفوعة القيمة في ظروف تليق به، وإن ما يحدث الآن هو أمر مؤسف وإعلان مبكر لارتفاع الإصابة لكورونا. هذا الأمر لا يليق بنا كسودانيين. إذن مشاهدين، كان هذا العمود المختار. عقب الفاصل نبقى مع الترحيب بضيفنا الكريم والقراءة التحليلية. أهلا بكم.